يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يمتلك قطعة أرض، رجل يمتلك قطعة أرض وهو ينوي بيعها في المستقبل ولكن لم يعرضها للبيع إلى الآن، هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تبدأ إلا بعد عرضها؟ الكلام ما هم على العرض، الكلام على النية، إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة، تكون من عروض التجارة، إذا تم عليها الحول وهو لم يرجع عن نيته فإنه يزكيها. نعم.